حرب، قسمت الغنيمه، فما ناس تقسم الغنيمه باش تشد مناصب، وفما ناس فقراء تولي اغنياء برشا، وفما ناس اغنياء تولي تطيح في هذاك. شنو اللي صار في 2011 و2014 و2019؟ فما سياسيين ولا فما ناس استثمرت في العمل السياسي باش ودخلت وعملت ترويكا، تحالفت مع النهضة وتحالفت مع اللي ما يشبههاش، وتحالفت النهضة مع النداء ومع قلب تونس ومع تحية تونس ومع هذوما الكل ومع التكتل ومع هذوكم. علاش؟ الأحزاب السياسية والشخصيات السياسية تفهموا على قسمة كعكة الحكم من مناصب وحقائب وزارية، من سفارات، من مناصب في الدولة. معقول؟ وفما رجال أعمال مولت واستثمرت في أحزاب سياسية باش نجحت في البرلمان، باش وصلت للحكم، باش حطوا يديهم على الاملاك المصادره، ورجال الاعمال هذوما اللي استثمرت معاه واعطاها برشا فلوس في الحملات الانتخابيه ومولو، من حقه انه هو دون السيكتور المعين، فما شركه في السيكتور نتاعو هذاك اللي يخدم فيه مصادره من الدوله، لازمو ياخذها هو، حكر عليه هو. من حقه معناتها دون سا لوجيك. دون سا لوجيك. انت خذيت وقت اللي تجي تقول لي الشيء هذا يا يوسف. سامحني. هذه في الريعيه، كي تجيب لي انت بامبيان حاجه تسوى زوز ملايين، تقول لي مش نبيع حالك ب 200 دينار. فما مشكل مش الدزوز ما خذيت انت ما خذيت انا مش نقول لك انا مش نجيك فما ال 200 دينار اكيد انك خذيت حاجه شنو اللي يلزمو يصير توا كيما وقفت رجال الاعمال هذوما ثم اللي هما حقوا مكاسب وخذوا املاك مصادره الدوله الناس اللي كانت تشرف والمسؤولين اللي كانوا يشرفوا على الاملاك المصادره والخبراء اللي جاوا قيموا الارض هذه اللي تسوى ب 12 قيموها له ب 3 مليارات اللي هو على سواد عينيه اكيد راهو ماهوش على سواد عينيه راهو ماخذ حاجه تحاسب الناس الكل وتوكا سرحان ريت الحكايه اللي تحكي باش نمشي في حاجه بركه مهمه حاجه حسين كلمه فقط اللي حكيته مازال عندنا 14 و19 وكذا لو نجموا نحكيوا على يوسف صاحب الطابع مصطفى صاحب الطابع بلوتار وقت ولا خير الدين باشا بن اسماعيل كل شونجمون بوليتيك يصير في البلاد كل ما يتبدل النظام السياسي في البلاد بلوتار مع بورقيبه وصياح وبن علي يتبدل وين الحكم واليوم الرؤساء الحكومات كلهم هربين برا الفوند والرأي اللي هركوا البلاد واللي دمروا الاقتصاد كلهم هربين من المشيشي ليوسف الشاهد البرشا ما كانوا شادين البلاد عملوا اللي عملوا نسيب شهر بغدوه دونك ما لازمكش ما لازمكش زاد تسيب الناس كل تهرب البلد خلينا نسمع الاستاذه ليلى حداد ثم الكلمه لسي عبد الرزاق يتم تعيينها هي تختلف